نبدأها بهذه الجلسة هي قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي بحفظهم لكتاب الله عز وجل وبعملهم بكتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك لكم ما حفظتم من كتاب الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن بكور، مسؤول مكتب الثقافي مكتب الطلبة. أطلقنا مسابقة قبيل رمضان بثلاثة أيام، مسابقة القرآن في قلوبنا، تهدف إلى حفظ عدة سور من القرآن. جرت على مراحل، بدأ الاختبار، تقدم للمسابقة 100 متسابق، وكان عدد المشتركين 25 مشترك. من 25 مشترك في كان هناك ثلاثة أوائل. جرت مراجعة النتائج، استمرت المسابقة ومراجعة النتائج ما يقارب 3 أشهر، واليوم في 29/5 تم تكريم الطلاب الأوائل. حقيقة من دواعي سرورنا وفرحتنا أنه نشوف طلابنا، بالإضافة إلى التفوق العلمي، هناك التفوق في القرآن. وحقيقة هذا يعني هاتين المتلازمتين يجب أن تبقى معكما حتى الموت، حتى نهاية هذه الدنيا. وما الحرب التي نصارع من أجلها إلا لأجل القرآن، وإلا لأجل القيم والأخلاق الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. حرصا من الجامعة على القيام بمبادرات الطلابية، فنحن في الجامعة قدمنا جميع التسهيلات المطلوبة منا، وكانت هذه المبادرة إحدى المبادرات الرائعة التي من خلالها تم إقران العمل مع القرآن. وهذه من الأمور الرائعة التي قمنا بدفع الطلاب وتشجيعهم على القيام بهذا الأمر، حرصا منا على أن يكون العلم متبوعا أو متلازما مع القرآن، لأن القرآن كله علم وكله أخلاق وكله قيم، وعلم بلا أخلاق بلا قيم. فإذا نحن نصبح كهؤلاء الذين في أوروبا الذين قتلوا الملايين الملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية بلا رادع، لأنهم اخترعوا. بينما نحن المسلمون لنا رسالة عالمية، ألا وهي الرحمة لكل الناس في الكرة الأرضية. وما بالك إذا التزمت في هذا القرآن والسنة النبوية. ولهذا نحن نشجع بل ونصر ونتابع طلابنا على أن يقوموا بهكذا مبادرات، والحمد لله رب العالمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الطالب عبد الرحمن الحسن من جامعة شام، مشارك في مسابقة القرآن الكريم في قلوبنا. كانت المسابقة جيدة وكان هناك منافسة، ولم يحالفنا الحظ في أن نكون من المراكز الأولى، وأتمنى أن يكون هناك مسابقات أخرى في السنوات القادمة، وأشكر كل القائمين على هذا العمل. مبارك يا الله.